النار ما كانتش عندي باش تقرقع وفت شويه لادوس بايد نزيد ما قدرتش وتعصبت بزاف وشديت جبره ديال الانسولين ديال خويا عمرت فيها 50 صفره و50 خضره ودقيتها في اليد ديالي جاب الله ما خرجت لي من واحد الضربه كنت مجروح فيها كنت غادي نموت فيها كنت غادي نتاح تيم فوق تدخل البليات داخل مفقود وخارج مولود وكتبدا الفرص كتضيع لك من الحياه ديالك تضيع لك الرجوله ديالك والدراري اللي كيديروا البوفا كتضيع لهم الرجوله ديالهم والدريات كيمشي لهم ضمن الحيض ما كيبقاوش يولدوا وهادشي كامل فترة 15 يوم يقدر يطرى لك هادشي بالبوفا عاد ديرها صافي الرجوله ديالك كتموت لك ما كتبقاش انسان طبيعي تبليت وانا عندي 15 عام كما في المحيط المدرسي بديت بشويه الكارو شويه المعجون شويه الحشيش مخدر السيره شويه جات الاقراص سموها الوساق ديريكت فانيد الحمار نورداس سيبام ليكستار دو بوان ما خليتش ما درتش ومني كبرت بقيت حتى وصلت 34 سنه جاتني الفكره ديال الاقلاع عن المخدرات مابقاتش الصحه ديالي كتسمح بانني نتناولهم مشيت 36 ما تقبلونيش حيت كنت عنيف جدا وخايب ضارب لحمي كامل ما تقبلونيش باش كيفاش جاتني الاساس باش حيده واحد النهار ما كانش عندي باش تقرقع وفت شويه لادوس بايد نزيد ما قدرتش وتعصبت بزاف وشديت جبره ديال الانسولين ديال خويا عمرت فيها 50 صفره و50 خضره ودقيتها في اليد ديالي جاب الله ما خرجت لي من واحد الضربه كنت مجروح فيها كنت غادي نموت فيها كنت غادي نتاحر هاد البليه ديال البوفا اللي كتخلي بنادم يقدر ينتحر يقدر يدير يبيع طوموبيلته يقدر يبيع مرته يقدر يبيع اي حاجه على قبل هاد البوفيد البوفي ماده كريستال من بقايا الكوكايين كيقليوها في بيكربونات كيديروها في قرعه بيب بالالومنيوم كيديروها في جعبه ديال السيرو وكيشعلوا الحجره وكيكميوها من بعد من كيكميوها ديريكت بالقرعه بلا طابه بلا والو كيكميوها كيديروا الطافيه ديال الكارو فوق الغلاقه وكيكميوها بها ومن بعد كيتقاد الانسان دغيا داكشي اللي كيديروه دغيا كيتقطع في 5 دقائق كيولي مقطوع السالك هذيك الكميه اللي داروا 5 دقائق كيولي مقطوع كيولي يقلب على الحجر بحال مسطي كينوض يقدر يشفر يقدر يقتل يقدر يدير اي حاجه يقدر يشفر والديه يقدر يشفر جاره يقدر يدخل على اي حاجه يديرها بوفا هي اول مره كديرها كتبلا بها تقدر دير منها جوج دوطاف صافي كتدخل معاك البليه تنوض هذيك الساعه تمشي تقلب عليها من في الاول كتكون فيها لا دوز ولكن من بعد مني كيولي الانسان مدمن بها كيولي يستعمل على اساس باش يرجع طبيعي الانسان ملي كيكون مقطوع من البوفا كيكون كيحك اللحم ديالو كيكون في حاله هستيريه كيكون كيحك اللحم ديالو يقدر يدير اي حاجه باش يوجد هذيك البليه ديالو اي حاجه تخيل على البال يقدر يبيع التليفون ويقدر يبيع حوايج ويقدر يبيع يقدر يرهن موطور ويقدر يرهن كارد كليز اي حاجه يقدر يديرها على قبل البوفا المهم هو يجيبها وصافي بزاف كيديروا البوفا كينتحروا حيت ما مبالغ ما كي قد ما هو غادي كيتبلى قد ما غادي كيكونسومي يقدر يوصل 3000 درهم 4000 درهم يكميها في ليله وحده والصباح ما يصبح عنده والو الصباح انا عاس ومرخي وسخفان تصل العشيه عاوتاني خاصو يمارس النشاط ديالو واحد النهار كنت مقرقب مزيان وضربت لحمي خسرت لحمي وما كنتش عاقل كيعاودوا لي الدار طحت في الطواليط وغيبت تقلبوا لي عيني الله ودخلوني الزوني كيسحبوني غير الموت ما داوني للطبيب لا والو على اساس ما كنا الليل ديك الساعه شي 3 ديال الليل وكنت غادي نموت في هذاك النهار ضربت لحمي قالوا لي الدار مشيتي شريتي لنا شي لعيبه مع الموت الزريعه بحال داكشي ديال بولوس كيمو وداكشي وجو انا ما عقلتش كاع من تما فكرت بان انا هادشي ولا كيخليني ندير شي حوايج ما عقلتش عليهم نوصي اي دري يقول لك شي واحد هاك دوق ولا هاك جراب ولا هاك نشار ولا هاك دير شي دوطاف قول لي لا انا ما عنديش نوصي الدراري يمشيو يديروا لاصال يتشلاو في والديهم حيت ان فوا كتدخل البليات داخل مفقود وخارج مولود وكتبدا الفرص كتضيع لك من الحياه ديالك تضيع لك الرجوله ديالك والدراري اللي كيديروا بوفا كتضيع لهم الرجوله ديالهم والدريات كيمشي لهم ضمن الحيض ما كيبقاوش يولدوا وهادشي كامل فتره 15 يوم يقدر يطرى لك هادشي بالبوفا عاد ديرها صافي الرجوله ديالك كتموت لك ما كتبقاش انسان طبيعي نوصي الشباب يتشلاو في والديهم ما يكونوش عاقين مع والديهم
ما يبقاوش يتكرفسوا على والديهم، يصلحوا علاقتهم مع والديهم باش يكونوا انسان جديد. ومن الاحسن لاي واحد ما عنده ما يدير من البنيه من الاساس من الاول، يدا في قرايته ويدا في والديه ويدا في النجاح ديالو في المسير ديالو باش ينجح في هذه الحياه ويكون حتى هو رب اسره ويعتمد عليه العائله ديالو.